بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرض تحييكم. إن شاء الله معانا النهارده لعيب جميل جدا اللي هو ديفيد فيرير. ديفيد فيرير لاعب تنس أسباني الجنسية، ولد في 2 أبريل سنة 1982. بدأ مسيرته في لعبة التنس من سنة 2000، وجمع حوالي من فلوس التنس حوالي 17 مليون دولار خلال مسيرته طبعا، وما زال هو في الملاعب، ووصل عالميا الى السادس، ثم بفضل الملاعب الترابيه، هو كان لعيب يعني بالمعنى البلدي بتاعنا كييف ملاعب ترابيه، زي مثلا نادال على سبيل المثال، وهو بالمناسبه من اسبان الجنسيه زي نادال، من الملاعب الترابيه بالنسبه لهم بيبقى التدريب فيها باستمرار، وهم لسه اطفال صغيرين بيلعبوا كل تدريبهم على الملاعب الترابيه، فتلاقيهم يعشقوا الملاعب الترابيه. كان نفس النظام ديفيد فيرير، كان بيقول لك من افضل لاعبي كره المضرب في العالم على الملاعب الترابيه، كان يعشق الملاعب الترابيه ويلقب بالارنب الاسباني من حبه للملاعب الترابيه، لانهم بداوا من صغرهم في الاكاديميات اللي عندهم والمدارس التنس اللي بيشوفوها الاولاد بيدعوا على الملاعب الترابيه، فلذلك تلاقيهم يعشقوا ويمتازوا وبيحققوا درجات جميله جدا في الملاعب الترابيه. فرير من اللعيبه برضو اللي هم مميزين في هذه الملاعب، هو افضل تصنيف، وكان افضل تصنيف وصل ليه ديفيد فرير هو الثالث عالميا الثالث عالميا في 8 يونيو 2013، يعني في سنه 13 وصل الثالث عالميا، حاز على حوالي 26 بطوله خلال مسيرته، ووصل التصنيف النهائي في بطوله استراليا المفتوحه سنه 2011، يعني هو وصل للنهائي في استراليا المفتوحه 2011 للنهائي، ووصل نصف نهائي في بطوله امريكا المفتوحه 2007 و2012، وصل نصف نهائي ونصف نهائي في فرنسا المفتوحه ونهائي فرنسا المفتوحه 2013، وبرضه فرير وصل في نهائي رولان جاروس في 2013، وكان احد لاعبي المنتخب الاسباني، وكان احد لاعبي المنتخب الاسباني الذي فاز بكأس ديفيز 2008 و2009 و2011، كان من ضمن اللاعيبه دول فيرير كان موجود معاهم. كما حاز على بطولة باريس الماسترز خدها سنة 2012، وفرير ليه رونق جميل جدا في الملعب، واحنا بصراحة من لما بنشاهده وهو بيلعب بيبقى ليه، وخاصة زي ما قلنا في بداية الفيديو ان هو كان ملك الملاعب الترابية. كما قلنا ان هم بيحاولوا في بدايه الاولاد لما بيجوا يدربوهم، واحنا يا ريت في مصر هنا برضه نحافظ على الحته دي، ان العيل بيبقى يعشق الملعب اللي بيلعب عليه، فبالتالي بيحقق درجات كويسه. كان من ضمن اللعب الجميل اللي كان بيحققه ديفيد فيرير على الملاعب الترابيه اكثر منها في الملاعب الاخرى. شكرا، وان شاء الله نتقابل في فيديو اخر.